الانتقادات التي يواجهها موقع فيسبوك لا تنتهي، وخصوصا مع كشف المزيد من الوثائق الداخلية المسربة من الشركة. بعض هذه الوثائق كشفت أن تقنيات الذكاء الصناعي والمراجعين البشريين في الموقع يواجهون صعوبات عديدة في فهم اللهجات المتنوعة المستخدمة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يؤدي إلى حذف محتوى ما أو حظر حسابات. كما كشفت أحدى الوثائق الداخلية المسربة أن خوارزميات فيسبوك للكشف عن المحتوى الإرهابي باللغة العربية تخطى بنسبة تخطئ بنسبة تصل إلى 77%. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع المقطع التالي.